راسي بيتك من الغاشي يا 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 منك ما نظرة كي انا اخر اديسيون ديال الموازين انا كنت حاضر فيها وكان لي الشرف انني كنت حاضرت فيها. هذا واحد بروجي اللي حنا درناه اصدقاء مع بعضياتنا اصحاب مع بعضياتنا التيم ديالي حاولنا اننا نديرو سواري ديالي كونسير ديالي ونعرضوا فيه لي زانفيتي ديالي اللي هما اصحابي والاصدقاء ديالي كيف ما شفتوا. والحمد لله ما كنتش متوقع زعما هذا النجاح كامل، ولكن الحمد لله والله العظيم انا فرحان بزاف، فرحان بالحضور ديال الوالدين ديالي معايا، فرحان بالحضور ديال هاد لابريس الغزاله معايا. شكرا بزاف اخوتي. شفنا اليوم اول حاجه انا فرحان بزاف بان اسطول ويغو حصلت على ديسك دو بلاتين، فهادشي الحمد لله راه ماشي ساهل، راه صعيب انه يدار، ولكن الحمد لله ما كاينش حاجه مستحيل. كيف ما بديت من الاول من والو وصلنا لهاد المرحله هذه بكم وبالتشجيع ديال الوالدين ديالي وعائلتي وكل شيء، فانا كذلك جد فرحان بهذا النجاح هذا، وباقي ان شاء الله غادي يكونوا نجاحات اكثر واكثر ان شاء الله رب العالمين. الجديد يلا كيف ما شفتوه مقدر كيف ما شفتوه كلكم، ومازال ان شاء الله كاينه اغنيه في الصيف اللي غادي تكون فيت ان شاء الله من بعد نعلنوا عليها، مازال حتى تتقرر وانا نعطيكم نتوما الولاء ان شاء الله الحصري. واخا جيت عندنا اليوم القادم بغيتي تقول لنا؟ والله حتى نقول لك انت الاولين ان شاء الله. صافي الله يحفظك. الشعور ديالك اليوم يعني كما كنشوف بكل تفاعل يعني مع جميع الاغاني ديالك وحتى الضيوف اللي كانوا معك اليوم، لا الفنانه ريم الحمد لله، يعني واش وقعتي ربما تكمل هائل انه غادي يكون حاضر اليوم؟ شوف ما نكذبش عليك، انا من الاول ديالي ملي بديت صغير بدا معايا بيبليك، بدا معايا جيل، فهمتي كنت كنحس بهم كيف ما هما كيحسوا بيا، فكبرنا مع بعضياتنا الحمد لله. ما عمرو سيدي ربي خيبنا، انا في كل عام الحمد لله كننزل دايت والناس كتحفظ، وفرحان بزاف خبرك، انا فرحان بزاف بانه عندي يعني عندي كارير، عندي اغاني، عندي ريبرتوار الناس حفظها. كيف ما شتي اليوم انا والله العظيم بدي جاتني غريبه، فهمتي حيت ما كنتش متوقع ان هذا الكم الهائل ديال الناس هنايا في كازا وغادي يغنيو معنا هاد الاغاني بهاد الطريقه وبهاد الحب. وشكرا لهم بزاف، وكنبغي نقول لهم عواشر مبروكه ونورتوني في هاد العواشر والله العظيم نورتوني. واش كنتي متوقع يعني ربما يجيو ربما هاد الكم الهائل؟ صراحه شوف ما نكذبش عليك، الحب ديال الناس كيبان مثلا غير في السوشيال ميديا ولا هذا، راه كيبان الحب، كيبان ان الناس غادي تجي وكل شيء زعما، ولكن ما زعما ديما راه كيكون واحد شويه ديال واحد بورسونتاج اللي هو قليل ديال ستريس وديال الخوف. هاد الشيء ماشي كنخافوا من لاصين، كنخافوا على البوبليك ديالنا، كنخافوا اننا ما نقدموا لهم شي حاجه اللي تكون كتليق بهم، فكنت ستريسوا بزاف والله العلي العظيم، راه تقريبا نهار كامل والله ما واكل شي حاجه. علاش؟ حيت كاين واحد ستريس وكاين واحد المسؤوليه كنحسوا بها. فشكرا لكم نتوما حتى نتوما حيت وقفتوا معنا وعاونتونا، شكرا للبوبليك ديالي واحد واحد والله. اليوم حاضره في الشو ديال الوليد ديالك زوير، اش كتشوف الناس بالمناسبه يعني ربما على التواجد ديالكم في مدينه الضربيق؟ وصراحه اول مره كيعمل صحراء في كازا، فهمتي؟ وحنا صراحه شرفينا كبير وجينا عنده هنايا وشفنا هاد الناس هادو تبارك ما شاء الله عليهم كيبغيو هذا الحب هذا كامل، ما شاء فرحانه صراحه، ما شاء فرحانه بزاف. كيفاش جاك الشو اليوم؟ كيفاش جاك الحفل؟ لا بزاف طوب طوب طوب، كشي صراحه في مستوى. كنتي متوقع يعني ربما هذا الحضور ديال الجماهير كامل؟ ما تقدرش تحكم، لان صراحه هو كنشوف عنده حب الناس بزاف، فهمتي ولا؟ من حق صراحه هاد الشيء مشون هاد الناس هادو زيت فرحت. تبارك الله عليك، ربي يخليك اوليدي. الاذن ديالك اليوم المسار جميل ان شاء الله، التوفيق والله يعاونو
هذا ما نقول له صافي هيدا مع وليدات الناس كاملين ان شاء الله وليدي ربي يخليك وليدي تبارك الله.